بحضراتكم. الحقيقة أنه دايما أطفالنا بيحتاجوا لشكل خاص من التعامل. يمكن لما تحب تدي لابنك أو بنتك نصيحة، لو اديت له نصيحة بشكل مباشر ممكن ما يستوعبهاش، ممكن ينساها. الدنيا أثبتت أو التاريخ أثبت أن الطفل دايما بيتعلق بالقصص بالحكايات، وخاصة إذا كانت الحكايات دي مصاحبة لرسومات كاريكاتورية أو كرتونية، الطفل دايما بيتأثر بيها وبيعتبر أن هذه الشخصيات بتمثله وبيبدأ يقلدها. علشان كده يمكن احنا معانا خبيرة تغذية حاولت تعمل تجربة من خلال مجموعة قصصية بأنها توصل التغذية السليمة والأساليب الصحية السليمة للأطفال من خلال مجموعة قصصية، وكمان عرضتها في معرض القاهرة الدولي للكتاب. هنتكلم النهاردة مع ضيفتنا في استوديو هذا الصباح، دكتورة هاجر أحمد، خبيرة التغذية العلاجية ومؤلفة المجموعة القصصية. دكتورة هاجر، صباح الخير في البداية. صباح النور. طيب احنا عايزين نعرف بس انت كخبيرة تغذية، ازاي انت بدأت في كتابة القصص من البداية وليه الأطفال؟ تمام. هو الموضوع بدأ معايا من 2018 تقريبا. بدأت جات لي فكرة ان انا اعمل توعية غذائية في الحضانات وفي المدارس وكده للأطفال. عملت محتوى تغذية عموما بنعمله وبنقدمه عن طريق مسرح عرايس. مسرح العرايس دي مثلا بعرفهم، مثلا هنتكلم في السيشن ده عن فيتامين ألف، ففيتامين ألف موجود مصادره في كذا وكذا ووظيفته للجسم كذا وكذا. فأنا كنت بعملها لهم الأول مسرح عرايس عادي. بعد مسرح العرايس حبيت يبقى معايا زي محتوى كده إني ثبت المعلومة للطفل أكتر، فعملت المحتوى ده عبارة عن رسومات، يعني مصادر مثلا للفيتامين اي الجزر مثلا والجرجير، جبت رسم الجزر وجرجير للتلوين يعني ابيض واسود وهما يلونوها. الوظائف مثلا مفيد للبصر وللشعر وكده، فجبت برضو رسومات للحاجات دي وهما يلونوها. بعد مسرح العرايس لما وزعت الورق ده ولونوها لقيت المعلومه ثبتت اكتر. فالسيشن كان عباره عن مسرح العرايس ده وبعده بنوزع الورق بتاع التلوين، وبعد كده بنعمل تقييم للاطفال، بنحس ان احنا بنقيس الوزن بتاعهم، وبعد كده بنشوف بقى مع الامهات المشكله الغذائيه اللي بتواجه كل طفل، وبنعرف الام في ندوه كده ازاي تتعامل مع المشكله. يعني مثلا قابلتني ناس كتير عندها حساسيه جلوتين، حساسيه البان، الحاجات دي الام ما كانتش عارفه البدائل بتاعه الاغذيه اللي هي عندهم حساسيه منها، فاضطرينا ان احنا ايه نعمل السيشن ده يبقى سيشن للطفل وللام سوا، بحيث ان الطفل مش هيقدر يغذي نفسه طبعا. فبقت التوعية من خلال الطفل كترفيهي وشكل تعليمي للأم. بعد كده بفترة حبيت ان انا اعمل الكتاب ده زي اسجله كده في دار نشر. رحت لدار النشر، كان معايا ساعتها المحتوى اللي هو المصادر والوظائف للفيتامين بس، مش معايا محتوى قصصي او روائي او كده. فساعتها دار النشر عرضت عليا قالت لي اللي هو هيبقى احسن لو عملنا في يعني مثلا مسكنا كل فيتامين او كل عنصر غذائي عملنا عليه قصه. طب هو بيبقى دايما في مشكله شويه في بالنسبه لقصص الاطفال ودور النشر وكده، انت حسيت ان في مشكله في تحدي معين واجهك في النشر او في انك تعمل قصص؟ لا بالعكس، هو الحاجه الوحيده اللي وقفت قصادي هو القصص معموله من السنه اللي قبل اللي فاتت، من قبل كورونا. هو المفروض كان هينزل في المعرض اللي فات بس عشان كورونا وكده والمعرض ساعتها اتلغى فتأجل السنة دي، يعني دي الحاجة اللي وقفت قصادي تقريبا في الموضوع كله. طب انت حسيتي من خلال انت يعني واضح من كلامك انك بتتعاملي مع الأطفال او تعاملتي بشكل مباشر طبعاً من خلال الصور والألوان واستجابتهم، حسيتي قد ايه مدى الاستجابة؟ يعني لما بتدي الطفل القصة او الصورة يلونها بيستوعب ازاي الموضوع، وهل بيأثر عليه بشكل بقى كبير كده بيبقى خد المعلومة خلاص وتشربها، ولا انت بتحسي ايه استجابته ازاي؟ ايوه بصي، هو كل ما المعلومة اختلفت من ناحية مثلا مسرح عرايس بس، لا التثبيت هيبقى نسبته اقل شوية. بعد ما نوزع مثلا الورق والتلوين النسبة عليت شوية. بعد ما نعمل مسابقات ما بين فريقين مثلا عن العادات مثلا الغذائية الصحية والغير صحية المعلومة ثبتت أكتر وأكتر، فكل ما تزودي نشاط للطفل كل ما المعلومة تثبت أكتر. يعني أنت بتستهدفي أنهي فئة؟ يعني من الطفل من سن كام؟ من سن الحضانات لحد مثلا أولى وتانية ابتدائي كده. طيب انت القصص اللي بتعمليها بتشوفي المشكله او المشاكل اللي بتواجه الاطفال وتبداي تختاري الموضوع كموضوع قصه، ولا انت بتشوفي ايه اهم الموضوعات اللي بتلزم الاطفال في التغذيه بشكل عام وتقدميها من خلال القصص؟
لا، هو في الاول خالص اول ما بدات كنت حاطه المحتوى بتاعي مصادر فيتامينز ووظائفها، اللي هو ايه، بعرفهم اساسيات التغذيه، يعني ايه فيتامينات، يعني ايه فيتامين ايه ده موجود في ايه، مثلا فيتامين سي موجود في ايه كده اول ما بدات. بس بعد شويه حسيت ان انا ايه الافضل ان انا اجدد في المحتوى بتاعي، مش يبقى بعلمه مصادر بس او وظائف بس. لا، احنا زي ما عملنا بقى القصص دي، مثلا القصه بتاعت الهالات السوداء دي، دي كانت بتتكلم ان هي البنت اللي في القصه بتعاني يعني من مشكله في شعرها او هالات سوداء تحت العين او كده، وده كان بسبب ان هي ما بتاكلش خضروات، وبعد كده حلمت بقى ان الخضروات بتتكلم معاها في الحلم، بتعرض عليها الفوائد بتاعتها. فكل قصه بيبقى ده ليها نموذج من دي القصه بتاعت النماذج، الهالات السوداء الهالات السوداء. يعني انت كده يعني كمان اللي بتساعديهم على انه حتى يبقى شكلك كويس. انت كبنوته محتاجه ان انت يبقى شكلك كويس، والمشكله دي مشكله كبيره على فكره، بتواجه الاطفال والكبار كمان. أيوة. طيب انت ليه يعني حاجه زي كده كموضوع مهم للكل ما فكرتيش تقدميه بشكل معين للكبار؟ يعني في بالنسبه لادب الطفل ناس كتير جدا كتبت في الكتب الخاصه بالقصص الاطفال، زي مثلا من اشهر اللي كتبه تشارلز بيرو، كتب على مجموعات قصصيه وادب للاطفال، ويعني بصي اثر حياه الطفل بشكل كبير. عندنا نماذج في مصر، محمد عصام العريان وغيرهم يعني من الادباء والكتاب بس للطفل. في التغذيه؟ لا، مش في التغذيه، بشكل عام انا بتكلم على انه الطفل في يوم عالمي للطفل 2 ابريل، ده اليوم العالمي للطفل، ففي اهتمام جدا وبشكل كبير جدا بالطفل في كل يعني المجالات، مش بس في التغذيه. أيوة. انت اخترتي مجال ده عشان هو مجالك، هو مجالي، ولا انت اخترتيه حسيتي ان هو ناقص؟ يعني في القصص الاطفال اللي بتقدم قصص وحياه سرديه، انت حبيتي تقدمي شيء مفيد يعني. بصي، هو اللي فتح معايا قصص الاطفال خالص، انا كنت في مره كده قاعده باكل ولادي، فهم ما كانوش عايزين ياكلوا خضار، فجبت العرايس وعملت معاهم اللي هو السيشن ده، اللي هو العروسه مثلا عندها شعرها بيقع ومش عارفه ايه، وحكينا قصه. فبلقيت بعد ما خلصنا الحاجه دي كلوا الخضار اللي انا كنت حاطاه. فالفكره جات لي من هنا، ان انا اعمل سيشنات في الحضانات او في المدارس للاطفال من هنا، اللي هو الطفل بيتاثر بمسرح العرايس، وفي نفس الوقت بياخد المعلومه بشكل هو يعني منتبه ليها ومركز ليها. فالفكره جات لي من هنا، ان انا اعمل تختاري شخصيات القصه. يعني احنا دايما ايه، احنا كلنا واحنا اطفال بيتعلق في دماغنا دايما شخصيات معينه، يعني في كلنا، يمكن في كل جيل مننا عنده كده شخصيتين ثلاثه كده في الكرتون ومؤثرين في حياته جدا يعني. فانت بتحاولي تخلقي شخصيات، ولا هي رسوم مصاحبه بس للافكار اللي بتقدميها؟ لا، بصي، هو الشخصيتين باسم ولادي برضو، صبا وحمزه، الاساسيات بتاعت القصص. بس ان دار النشر وانا ودار النشر يعني حبينا ان يبقى في شخصيات مفتقره للقصص، اللي هي اللي على الغلاف دي، يعني دي شخصيات مفتقره مش موجوده قبل كده. ثبتيها يعني، ما هي الفكره انه ايه، ان بتبدا شخصيه باسماء جديده، بعد كده لما بيتم تكرارها في القصص خلاص بيبقى تعرفوا يعني. أيوة. زي زمان كده في كتب القراءه عمر وامل مثلا، لحد دلوقتي احنا كلنا فاكرين مثلا. أيوة. الحاجات دي. ما انا يعني حابه ان يبقى القصص متثبته بنفس الشخصيات، لان انا حابه يعني قدام شويه ان شاء الله يبقى في شخصيات زي شخصيات ديزني كده، اللي هي الاشخاص بتلبسها في اعياد ميلاد او كده، بيبقى بنفس الشكل. فانا حابه اعمل زي مثلا ايفنت او دعوات عامه في اماكن عامه زي النوادي او كده، مش يبقى الشكل مقتصر على نوادي، قصدي مدارس او حضانات بس. لا، انا حابه الموضوع يتطور شويه، فانا عايزه اثبت الشخصيات معايا. طب انت قدمتي قد ايه للقصص؟ يعني العدد قد ايه؟ كم مجموعه قصصيه؟ هي دي اول سلسله اعملها، انا زي ما قلت لك كنت رايحه اطبع كتاب، فالفكره جات لي ان انا اعمل محتوى يعني. اول رواية. كان اول معرض كتاب هتقدمي فيه السنه اللي فاتت، طبعا بتاجيله واتاجل قصدي السنه دي. طيب إيه انت شايفه انك انت يعني حابه تطوري الفكره دي ازاي؟ يعني انت الفكره بالنسبه لك، اعتقد ان كل واحد بيقدم فكره معينه عشان تقدري تقدمي في معرض الكتاب اللي جاي، فانت بتحاولي دايما تلاقي افكار جديده. في حاجه في دماغك معينه؟ هي الافكار الجديده بالنسبه لي، هو انا عندي يعني كذا سكريبت لكذا قصص تانية، بس لسه ما اتنشروش يعني. فهي في محتوى قصصي عن مواضيع مختلفه غير المواضيع اللي هي في القصص دي، بس ف
فالحاجات اللي انا عايزاها قدام زي ما قلت كده موضوع الايفنتات في الاماكن العامه، ان الشخصيات دي تبقى شخصيات ملموسه مش رسومات بس، ان مثلا نبقى موجودين في معرض الكتاب بس من حيث ان احنا بنقيم بقى الطفل او بنعمل توعيه للام مع القصص وهي معروضه، مش مجرد قصص محطوطه بس في المعرض، لا عايزه بقى المره الجايه مثلا يبقى في تعملي مكان ندوات او ورش او حلقات نقاشيه مع ايوه مع في على المعرض هامش مع المعرض. القصص. اه تمام. يبقى في مثلا استجابه من الامهات؟ انت شايفه انه في اهتمام من الجانب ده في يعني مصر او بالنسبه للثقافه بتاعتنا كمان؟ أو في الحضانات كانت الناس عندها مفاهيم كتير قوي غلط في موضوع تغذية الأطفال، خصوصا اللي عندهم حساسية اللاكتوز مثلا أو حساسية الألبان أو الجلوتين أو الحاجات دي، الأطفال اللي عندها حساسية من أكل معين ده كان في مشاكل كتير عند الأطفال. يعني في مثلا كان في أم مثلا بنتها عندها حساسية لاكتوز، فبعد ما تمت السنة المفروض بنعمل تحاليل دي تاني بحيث ان احنا نتأكد ان هي في اطفال لما بتتم السنة او السنتين خلاص الحساسية دي بتروح من عندهم، فهي كانت فاكرة ان هي لا خلاص تفضل منعاها، فبحيث ان هي برضو لما عملت التحاليل طلعت ان بنتها ممكن تاخده عادي مفيش مشكلة دي توعية كمان للأم. طيب انت حصلت على اي جوائز او دخلتي اي؟ لا هي القصص برضو داخله في مسابقه بس لسه النتيجه يعني لسه المسابقه اصلا مواعيد الاشتراك فيها دلوقتي، بس لسه نتيجتها يعني قدام شويه مش دلوقتي. طيب انت طبعا انت قلتي ان في استجابه من الاطفال بالنسبه للموضوعات اللي موجوده جوه القصص. دايما احنا بنحس انه الاطفال بيحبوا دايما، يعني انا لما قريت القصص بتاعتك حسيت ان هي ايه فيها بعض النصائح المباشره، يعني ايوه يعني انه الفيتامين ايه ده مهم عشان كذا، الخضروات مهمه علشان كذا كذا. هل بتحاولي انك تطوعي القلم بتاعك او كتابتك بشكل ما كحكايه قصه معينه؟ يعني ممكن انا مثلا ايه اخترع قصه او اخلق قصه خياليه من وحي الخيال واحط جواها المعلومه نفسها او النصيحه. ما هو كده ده يعني هو الكتاب اللي في الاول خالص اللي انا كنت مودياه لدار النشر كان كده اللي هو مباشر. مباشر، فساعتها لما عملنا بقى القصص دي يعني مثلا دي لا ده دي كانت قاعده بتاكل مش عايزه تاكل دي اللي هي خضار، مذاق لذيذ ولا اللي هي نهاية الحاجات السوداء؟ السوداء دي كانت قاعده بتاكل مش عايزه تاكل خضار، فدخلت نامت وهي نايمه حلمت ان الخضروات طلعت لها في الحلم وبتكلمها، بس مثلا بتقول لها انت مش راضيه تاكلينها ليه؟ ده انا فيها فوائد كذا وكذا وكذا، كل خضار كلمها وعرفها عن الفوائد اللي فيها، فانا كده اديت معلومه للطفل بطريقه غير مباشره. صحيح. احنا نتمنى لك التوفيق وان شاء الله شكرا. المجموعه الجايه والمعرض الجاي يكون افضل وافضل ان شاء الله باذن الله. باذن هاجر الله. متشكرين جدا. دكتوره نعم هاجر احمد خبيره التغذيه العلاجيه ومؤلفه مجموعه قصصيه للاطفال، شكرا جزيلا شكرا على لك. هذا اللقاء. بشكركم مشاهدينا الكرام، وده كان يومنا النهارده في هذا الصباح، لكن بكره ان شاء الله انتظرونا في نفس الموعد وموضوعات جديده وفريق عمل اخر. الى اللقاء.